وصفت وزارة خارجية كوريا الشمالية العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة ضد الدولة واستفاد بأنها عمل من أعمال الحرب. اعتبرت الخارجية الكورية الشمالية في بين الله العقوبات بمثابة حصار اقتصادي كامل ضد البلاد، مهددة بمواصلة التجارب النووية من أجل القضاء على ما اسمته الخارجية الكورية الشمالية بالابتزاز والتحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد بيونغ يانغ.